السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله بالخير أوقاتكم. في هذا الفيديو سوف أستعرض معكم تقريرا لصحيفة بريطانية أكدت فيه انهزام التحالف الغربي الأمريكي أمام اليمنيين، وأن واشنطن تسعى الآن للتفاوض. وإلى التفاصيل. نشرت صحيفة الشيوعية البريطانية اليوم الثلاثاء تقريرا جديدا رصد تأثيرات العمليات العسكرية اليمنية على العدو الإسرائيلي، مؤكدا فشل التحالف الأمريكي الغربي الهادف لحماية المصالح الإسرائيلية في البحار، إذ باتت واشنطن تسعى الآن للتفاوض مع اليمنيين الذين يواصلون تصعيد عملياتهم دعما للفلسطينيين. يقول تقرير الصحيفة البريطانية صراحة في إشارة إلى واشنطن وحلفائها في المنطقة، إن الإمبرياليين الغربيين وحلفائهم العرب شنوا غارات جديدة ضد اليمن في محاولة لحماية أرباح شركات الشحن الكبرى الإسرائيلية، مشددا على أن ما سماها حملة القصف باهظة الثمن باءت بالفشل الذريع. ويوضح التقرير أن سلسلة العمليات العسكرية اليمنية أثارت استياء أمريكيا غربيا واسعا، ما دفع بواشنطن إلى تشكيل تحالف دولي ضم شركاء عرب سريون، مؤكدا أن عمليات ذلك التحالف أثبتت فشلا أمريكيا بريطانيا باهظا. وتشدد الصحيفة البريطانية على أن العمليات العسكرية اليمنية في البحر الأحمر تؤثر بشكل مباشر على إسرائيل، وهي التي تراجع اقتصادها منذ أن بدأت عدوانها الأخير على غزة بشكل كبير. ويرصد تقرير الشيوعي الآثار الكارثية للحصار اليمني على كيان الاحتلال، مؤكدا انخفاض النشاط الاقتصادي في ميناء أم الرشاش بنسبة 80%، بينما نصف عمال الميناء مهددون بالتسريح المفاجئ الآن. ويؤكد التقرير أن العمليات اليمنية تستهدف السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بها أو تلك المرتبطة بالعدوان البريطاني الأمريكي، قائلة إن القوات اليمنية شنت أكثر من 100 هجوم على السفن قبالة سواحل اليمن غالبيتها العظمى مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة، الأمر الذي ينفي مجددا المزاعم الأمريكية الغربية باستهداف خطوط التجارة العالمية في البحار اليمنية، إذ تقتصر العمليات على العدو الإسرائيلي والدول المعتدية على اليمن. ويوضح التقرير حقيقة عجز التحالف الأمريكي الغربي عن تحقيق أي من أهدافه، مشيرا إلى أن القوات اليمنية مصرة على إغلاق البحر الأحمر أمام سفن العدو الإسرائيلي حتى يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإغاثة إنسانية لملايين الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع. تقول الشيوعي إن طاقم البارجة الأمريكية USS إيزنهاور يشكون من تعرضهم للقصف الصاروخي والطائرات بدون طيار التي تطلقها القوات اليمنية، إذ وصف الكابتن ديف وولو وهو قائد 4 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر العمليات اليمنية بأنها لا هوادة فيها. وأضاف التقرير أن الخزانة الأمريكية تتكلف أكثر من 2 مليون دولار شهريا فقط لإطعام الطاقم المرافق للسفن الأمريكية، والذين تردد أن معنوياتهم محبطة بسبب قضاء 7 أشهر في البحر في محطاتهم القتالية كل يوم تقريبا دون نهاية في الأفق. وأمام كل هذه الحيثيات، يؤكد تقرير الصحيفة البريطانية أنه ليس من المستغرب أن تسعى الولايات المتحدة وراء حل دبلوماسي لأزمة البحر الأحمر خلف الأبواب المغلقة، كما يكشف التقرير عن عرض أمريكي لصنعاء تضمن إزالة تصنيف حركة أنصار الله من قوائم الإرهاب العالمي وإلغاء تجميد أصول البنوك ورفع الحصار عن ميناء الحديدة في مقابل وقف العمليات في البحر الأحمر، وهو ما ترفضه القوات اليمنية الذاهبة إلى مراحل قادمة من التصعيد وصل إلى البحر الأبيض المتوسط إسنادا لغزة. ويختم تقرير الشيوعي بالسخرية من الانهزام الأمريكي الواضح أمام اليمنيين، قائلا إن الذين أقسمت الولايات المتحدة
على عدم التفاوض معهم أبدا، في إشارة إلى حركة أنصار الله والقوى اليمنية الأخرى باتت لهم اليد العليا، مما يجبر الولايات المتحدة على عرض التنازلات. وهذا يكشف مرة أخرى حالة الإمبريالية الأمريكية المتمددة والضعيفة في الشرق الأوسط. طبعا أنا بحثت عن هذا التقرير وبحثت عن موقع هذه الصحيفة وقد وجدته، وهذا هو التقرير أمامكم كما تشاهدونه على الشاشة، وهو فقط للتأكيد، وقد قمت بنشره فقط للتأكيد ولأنه تقرير حقيقي وليس مختلقا، يعني تقرير ورد في صحيفة الشيوعي البريطانية فعلا وليس تقريرا مختلقا. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.